في أرمينيا نعود جميعا للخروج إلى الشارع لمطالبة الحكومة والدولة الإسرائيلية باتخاذ تدابير محددة وفعالة لمكافحة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار في فلسطين. حتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي إجراءات في ضوء المجازر الأخيرة، لا من قبل الاتحاد الأوروبي ولا من قبل الحكومة الإسرائيلية، للامتثال للحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية. في الواقع وقبل أيام قليلة فقط عرفنا أن الحكومة الإسرائيلية كذبت بشأن شحنات الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل منتهكة اللوائح وارتكاب جريمة محتملة تمثلوا في التواطؤ في ارتكاب أعمال عنف ضد الإبادة الجماعية. نحن نعلم الآن أن الحكومة سمحت بتصدير أسلحة إسبانية بقيمة 5 ملايين يورو أثناء ارتكاب إسرائيل للمذابح ضد المدارس والمستشفيات والجامعات والملاهي، وتستخدم إسرائيل الذاكرة المصنعة هنا لارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وقتل الأطفال دون عقاب تام. إن أحدث إعلانات الحكومة الإسرائيلية التي دعت سكان قطاع غزة إلى إخلاء منطقة رفح، وهي منطقة يتكدس فيها الآن 1.5 مليون مدني، معظمهم من النازحين الذين فروا من التفجيرات التي دمرت بقية الأراضي، هي بيان صريح آخر للنوايا الصهيونية وهم، ولم يتوقفوا حتى يدمروا الركن الأخير من غزة ويطردوا جميع سكانها. بالإضافة إلى ذلك ففي الضفة الغربية وخاصة في القدس يتم تسريع عملية التطهير العرقي من خلال حملات الاعتقالات الجماعية والاغتيالات والاعتداءات التي تهدف إلى طرد السكان الأصليين من أراضيهم من قبل الجيش والمستوطنين الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية والقدس والذين يسلحون علانية من قبل الحكومة الإسرائيلية. لذا ندعو الحكومة والأطراف الداعمة لها إلى ممارسة الضغط واتخاذ التدابير الفورية واستباقية الدفاع عن حقوق وحمايتها في فلسطين. إذا لم تكن تريد أن تصبح شريكا في أكثر فصول التاريخ الحديث ألما، على وجه التحديد من واجب حكومتنا قيادة موقف سياسي يدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووضع حد لبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأمنية مع إسرائيل، لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية والمؤسسية والاقتصادية والرياضية والثقافية مع إسرائيل نهائيا. وأخيرا من جهتنا نحن منظم هذه المظاهرة، نحن نطالب بالاعتراف بمقاومة الشعب الفلسطيني، ونحث المجتمع المدني وخاصة العمال على دعم وتبني حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفض العقوبات التي أطلقتها التحالف بدعم أكبر من المجتمع الفلسطيني الذي يسعى إلى فرض التطبيع مع سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية وممارسة الضغط لجميع نظام الاحتلال غير القانوني والاستعمار والفصل العنصري في حالة لا يمكن الدفاع عنه. فلنوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، فلنقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. تعيش فلسطين حرة ومنتصرة من النهر إلى البحر. تحية فلسطين. Muchas gracias, compañera Luna. Muchas gracias, ¿verdad? Venga, vamos a terminar con la lectura en castellano. ¿Se oye? Desde BDS Almería volvemos a salir a la calle para exigir al gobierno del Estado español medidas concretas y eficaces contra el genocidio en la Franja de Gaza y la ocupación, el apartheid y el colonialismo en Palestina. Ninguna medida está siendo adoptada a la luz de las últimas masacres ni por la Unión Europea ni por el gobierno del Estado español para acatar la sentencia histórica del Tribunal Internacional de Justicia. Es más, hace tan solo unos días conocíamos que el gobierno español mintió sobre los envíos de armas a Israel, incumpliendo la normativa estatal e internacional e incurriendo en un posible delito de complicidad con actos de genocidio. Ahora sabemos que el gobierno autorizó la exportación de armas españolas por valor de 5 millones de euros mientras se cometían masacres contra escuelas, hospitales, universidades y viviendas.
munición fabricada aquí está siendo utilizada por Israel para cometer genocidio, crímenes de guerra y asesinar a niños con total impunidad. Los últimos anuncios del gobierno israelí llamando a la población de la Franja de Gaza a evacuar Rafah, zona en la que se hacina ahora mismo 1,5 millones de civiles, la mayoría desplazados que huyeron de los bombardeos que han arrasado el resto del territorio, son otra declaración de intenciones explícitas. No van a parar hasta destruir el último rincón de Gaza y expulsarlo a todos. Asimismo, en Cisjordania y Jerusalén se está acelerando el proceso de limpieza étnica con campañas de detenciones masivas, asesinatos y agresiones con el objetivo de expulsar a la población nativa de su tierra, tanto por parte del ejército como de los colonos que residen de forma ilegal en Cisjordania y Jerusalén y que están abiertamente armados por el gobierno de Israel. Exigimos al gobierno y a los partidos que lo sustentan que presionen y tomen medidas inmediatas y proactivas en la defensa y la protección de los derechos humanos en Palestina si no quieren convertirse en cómplices necesarios del capítulo más doloroso de nuestra historia más reciente. Pedimos que lidere un alto el fuego inmediato y permanente, que se ponga fin a la compraventa de armas y tecnología militar y de seguridad con Israel, que se apoye la demanda presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio y que se rompa de una vez por todas las relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel. Por último, desde la organización de esta manifestación, queremos hacer un reconocimiento a la resistencia del pueblo palestino e instamos a la sociedad civil, especialmente a trabajadoras y trabajadores, a impulsar la campaña de boicot, desinversiones y sanciones lanzada por la coalición con mayor respaldo de la sociedad palestina, que busca rechazar la normalización de las políticas de apartheid israelíes y ejercer presión para hacer insostenible un régimen de ocupación ilegal, colonialismo y apartheid. Alto al genocidio en Palestina, ruptura de relaciones con el ente sionista, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el 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 río hasta el mar, Palestina vencerá. Terminando, agradeciendo a todos vosotros y vosotros vuestra presencia, que la lucha no, por desgracia, no ha terminado. No es tampoco desde octubre cuando esto ha empezado, lleva muchos años y tenemos que seguir la lucha y ahí va a haber muchas cosas que se puedan hacer todavía. Así que muchas gracias por venir, que viva la lucha del pueblo palestino.